كنوض حاشا كنتقيا غير داك الحيوان. تري علاش قنا نفو من فوقين؟ يعني هذاك بوسان كاع اللي اداني ربي اللي غادي ينتقم منه. السلام عليكم، سميتي سهام، انا هادي 6 سنين جيت لهنايا كريت، كنلقى جاري كندخل عادي، يعني كندخل كوني جاره كيدوي معايا عادي، كندوي معاه عادي، كيتحرش بيا، كنتجنب داكشي حيت انا كنسكن هنايا، دارنا غير في 34 وانا كاري هنا في 13، يعني ميمكنش ليا غندير شي حاجه تلبساله ولا هادي، ميمكنش، كنتجنبو باي وسيله. دخلت عندي 2 شراجم هنايا محلولين عليا، كان كيدخل ليا منهم، كان عندي باب مقسوم على 2، حتى هو كان كيدخل ليا منه، ولا هو لا خوه، شويه كان الاعجاب كيدخل هو وخوه، شويه كيصبحوا مدابزين اللي سبق الاخر على هذا الشيء. من مورا هذا الشيء كيجينا هكا فاس، كنقول له واخا تبقى انت راه هذا الشيء راه ما كاينش، كيخرج الزنقه عند الناس كيقول لهم انا غندير لا وغنفعل لا وغنترك لا عياقته غنضرب عليها في الزيرو هكا كما كيقول هو. صافي بدا شويه بشويه كيورط في عباد الله، دراري صغار كبار مويان كما كان النوع ديالهم، اي حاجه ما تتوقعش طيح لك على البال، خدام في اي حاجه، مول الزبل حاجاك، مول البرويط، مول اي حاجه دخلوا لي هنا، كيعرضوني ب 200 درهم شويه كندوز كنسمع في الزنقه 200 درهم شي نهار اللي كنكون انا ناشطه مثلا ما بقيوش بيتي خارج هنا ديجا نورمال، كتلاح لي الهضره حق هذيك ب 200 درهم شويه بدا كيطيح داك الشيء 100 درهم شويه 50 درهم شويه 20 درهم بقى هكا كيدير هكا كيدير العاده بتعذبت شويه. كانت عندي ولسيسه في بزولتي غير صغيره قد الحبه ديال الكسكسوس ديال العدس، بقاو معاه كيدخلوا وهما حاشاك حيوان، الطريقه باش كيديروا داك الشيء وانا مغيبه، لان كيدخلوا لي الماكله نقعوا كيديروا فيها الفانيد، كيلعبوا معايا في الطياب، وهما غير بيت معمرين هكا ديال الدراري غير سكيريه، مو كتجي مره مو معاه في نفس الفكره، باه مايد يعني لاعب لعبو هو يا داخل خارج الحبس، جي الريع قال لك انا قبيح انا غنوصل لهذا الشيء، ورط الشله ديال الناس، كان مي كنقول انا هاد الناس هادو ما دعوش معايا في الزنقه، ما عمر شي حد شدني حيت محترمه راسي محترميني وبنت الدرب في نفس الوقت. بقيت هكا كيجي كيتعاير معايا، كنطيح بالمس، وليت مريضه بالمس، كاع ما كنتش كنطيح كاع حتى وليت كنطيح، بقيت عاير معايا بحال هكا كيلعب معايا، قلي لي السم الا حاجه وحده باش محترمه راسي، ما كنخليش ليه ديك الفرصه في انه يدخل يضربني كما كان كيدير لواحد الدري كانت ساكنه هنا، كنتجانب مع واحد صاحب هي اللي ضربتني بكاس هنايا في رمضان، نهار الاول في رمضان. معليناش، بقيت كنمشي عند مول الدار كنبكي عليه، كيقول لي يا بنتي ديري شكايه وانا موراك، ديري شكايه غير انت ما يخرجش منك العيب، ما تكونش فيك شي حاجه طرافيك ورانا معاك. سير على المخزن كاين البوليس كاين الوكيل كاين راهم غياخذوا لك حقك. تالفة انا كان فهاد الناس لعبوا معايا بالشعواده اون بليس، تركبت بالجن رونوني يعني فورماطوني باز اللي كنقول انا باقا مريزوني باش كنصلي واخا كنقطع ويعني متقي الله وشي حاجه خارجه هكا اللي كنقول انا بقدره الالهيه وايمان يقري، لا انا باقا واقفه، علاش الماكله نقعوا عليا لدرجه ما بقيتش كنعقل، ترونت طريقه الكلام ما بقاتش عندي، كيخضروني حتى ما كنبقاش عارفه اش نقدم شنو ناخر. حاليا انا بداك الشيء اللي هذا شادني ما مازال ما مريزونيش، وكنعاود داك الشيء، مشيت قدمت شكايه، من بعد اللي قدمتها عند واحد الوكيله صيفطتني للعنف ديال الدراري الصغار، هضروا مع الدري داك الشيء صندقوا الى اخره، حتى انا دو معايا صيفطوني لا بي جي كتبوا لي ديك كتب لي اللور ديال الشكايه، مشيت عند الكوميسير هو اللي نوبه الاولى عنده مكتوب عنده في الباب داكشي ديال الاجرام والعنف ضد النساء، دخلت سلام سلام كنلقى مو عند الكوميسير، كنرجع كيقول لي استناي كنرجع، كنقول ليه فوالا راه هاد الناس معدين عليه وكل يوم كنلقاهم هنايا راه ما يمكنش. طريقة اعتداء كنقول لك النعاس يعني حاشاك من هنا ومن هنا من فمي كنفيق كنلقى الحلاقة مضاريني الافكاك ديال فمي ضاريني، يعني كاين تراسور ديال هنا كاين بعد المرات اللي سناني بارفوم كنلقى الجدر، كنوض حاشا كنتقيا غير داك الحيوان اللي على بالك، حشمت نفصح لك بالضبط يعني العادة، كنلقى شرطة في لحمي
شرطة ديال الموس هكاك كنلقى لي باري هنا لي باري في الفرج ديالي حشاك من هنا في ظهري هنا في عنقي بزولتي ما عمري يعني ما عمرو اداني فيها بزولتي غير اديني فيها من مورا داكشي صافي بزولتي بحال شديتيها من بعد ولتي صافي كبرات 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 بزاف لواحد الدرجه تنفخات حرده ولات ليا هنا بحال محروده ببصلانه شويه ابخو يتفرقع عليا بزوله تفرقعات في الاخر العام اللي جا فيه رمضان شهر 6 الاخر ديالو جالس انا هنا جالس هكا قفازيه كنمشي للسبيطار الناس كيتخلعوا من الحاله ديالي ما عنديش فلوس هاد الناس لاعبين فيا كما بغاو بالتعويض يعني اون بان انا مسدوده في وجهي البيبان ما كاينش اللي غيوقف معايا والديا ضعافه دراوش كاين غير خويا هو اللي نوضني بزز وضرب لي تليفون مع الارض مع كيصونيو عليا البنات كنت مخليهم هنا قال لي انت جالسه تما كتكمل البانش وكتحتضري ومخلي راسك بلا السبيطار بلا والو نوضي تهزي عاد باش كيجري معايا هو بطريقته دار لي الراميد كيجريو معايا واحد جيرانه تما جراو معايا جراو معايا واحد الناس تما من عائله القزابري اما ما لقيت ما والو بقيت هكا كندور من بلاصه لبلاصه واحد الدري تما جرى معايا الحاله اللي كان يعني الطبيب اللي كندخل ليه كيديروا معايا رونديفو من بعد صافي هذيك كندخل السبيطار لدرجه كنبغي نبدل الفاصمه الريحه كنلقى مشكل المراه كتبكي الحاجه كتقولي لها العرب انت هزي اللي بغيتي كطلب الدريس كتقول لهم داويوها كتقولي هزي اللي بغيتي في الدواء كنعاود نمشي عاوتاني على اساس مولاي الحسن على اساس غادي يديروا معايا شي حاجه لا كنبدلها البونسمو كنبقى غاده من شهر 6 حتى شهر 10 والبيبان مسدوده حتى الناس اللي كيقولوا لي انت غتمشي لجمعيه لاله سلمى اللي حدا بوافي مشيت ليها لقيت واحد السيد الله عمرها دار بحال وجهك هي اللي ساعدتني تتمكن دخل الدكتور وجدي طارق يعني طارق وجدي هو اللي دخل من الكونجي ديالو هو اللي غادي يعتقني حيت مشيت حتى عند الريسبونسابل اللي في ميريزكو على اساس دوك الناس ديال عائله القزابر اللي وقفوا معايا هما اللي داروا لي كاع سكانر ب 70 هما اللي وقفوا معايا في شي حويجات وما لقيتش يعني ما والو كلشي تخلع الا طارق وجدي هو اللي شدني ومع ذلك حاول معايا وفكني وكانت حالتي خانزه حفره هكاك حفره كيبان لك داكشي بحال شكل الشامبينيو هكاك نايض وما كاين لا مرض لا حتى شي حاجه ودايزه حاجهك بالدم والقيح وكنمشي ثاني كيهزوا لي تحاليل اللحمه منا كنجي من هنا مغيبه كيخرجوا لي دواء كندير لك السيد كيشريه ليا كنجي كنبقى عيني مشقلبين كتجي اختي ولا امي طيبوا لي ما ناكل كنوض نسد عليا الباب وصل اغتصاب انا مريضه مريضه بزولتي محلوله وكنتغتصب كنفيق الغد لي ونمشي للدار ندوش نحيد القداره ما نقدش نبقى بداك الشيء ما نقدش نوقف دقيقه بمكانة انا هكاك دايره نعاود عاوتاني نجي كيقولوا لي الماء ملي كنمشي للسبيطار الماء لا هذه لا كنقول ما ودي راه عندي مشاكل ما يمكنش ليا نبدا نجري انا بحال هكا في السبيطار والبيبا مسدوده ونجري بالنجاسه من الفوق خليني جا ربي يدير لي تا ولي الخير بقيت هكاك محاربه هكاك محاربه حتى الدقيقه 90 دخلوا عليا حتى للسبيطار وفي الاغتصاب وليت طايحه حتى للسبيطار تغتصبت فين ما مشيت كيجمعوني دخلوا عليا شي كيعطي لي الفلوس كيفاش اكتشفت الاغتصاب ديال ولدي كانو قبل ما نعسو الدري بعدا تفورماطا انا كنكمل كارو الحشيش مبلي هذا هو الديفو ديالي ولدي عنده 7 سنين يعني يلاه كياكل غير الخبز وعاتي والماكله مبلي ما والو الدري تفورماطا رايان ارا هادي ما كاينش دري ابس وكيولي هو مع السمر كيولي بيض وكيدير كندوي معاه بحال كندوي مع الحيط الدري فايق مشقلب في يوم من الايام كنلقى الدري قنان فيهم منفوخين ما يمكنش الجن غيدير هاد الحاله واخا الجن غيجي عندي انا رانا ماناش مسطيه بكامل وعي العقلي هاد الناس جاعرين عليا بهاد الطريقه وكيتاجروا فيا بفلوس وما خافوش الله وما رحموني ما حتى شي حاجه وما دايراش ليهم علاش ما بينو بينهم لا حسابات لا حتى شي حاجه والدري حتى هو ما يمكنش
عقل واحد عطاه لينا الله. الدري علاش قنا نفو من فوخين؟ يعني هذاك بوسان حيت انا كيصبح فيا داك الشيء. كنجي نقلب الدري كنقلبو كنلقي الدري في حاله يرسلها حالته حاله، هكاك الدبر ديالو محلول، الريحه ديال داك الشيء اللي كيخرج من الراجل لي باري، كيمشي للبلاصه اللي هي مدقوقه فيها الشوكه وكيحك. طرا هذا الشيء تغيبش مده ديال 5 شهور، لان كطرا لي شي حاجه كنطج كنهرب. مره خرجتني طجه، مره خرجتني المرضى ديال بزولتي. في يوم من الايام اللي كيجي مول الدار خرج افراغ 12 نهار خرجوا 9 الليل او 12 الليل دخل اللي هو شبه انثى، هو خوه بقى هنا، هو بقى كاري هنا. كيجيو عنده الدراري اللي هما بحالو، هذا كيجيو عنده السكيري اللي هما بحالو، داخلين خارجين داخلين خارجين. شي وحدين كاع ما كنعرفهم انا، كيدخلوا من التميم بالكاسك ديالهم كنعرفهمش. وسير شوف وقت البرد داكشي طالع على فمهم. واحد اللي كان كيتكشف ليا فيه ضربه وعندي طريبورتور، هذاك كنظن انا كان كينقلني على داك الحديد حيت كيخرجوني خارج هنا، حيت شحال مره انا كتضربني الفيقه وهما معايا، وكنخرج حتى قدام الباب كنشوف الباب وكنشوف هنا ابخي كنغيب. كلهم دازوا حيت انفو كينوض ريان كنقول شكون، كيقول الواحد اللي ما عندوش الايمان وما عندوش واحد التركيز وواحد القلب في هادشي راه تيتعامى يقدر يقتل يقدر يدير اي مصيبه. كنطلب من الله وجلاله الملك ياخذ لي حقي في هاد الناس. انا ضاعت حياتي بالزوله، ما عنديش مشكل، ضيع لي هودي في دينو، كلشي كيتعود. كاع اللي اداني ربي اللي غادي ينتقم منه، كاع اللي حفظ عندي هنايا. مي الدري انا ما مسامحه في لا دنيا لا اخره. ما بغيت شي حاجه تغطي، يعني تغطي داك الميت بالغمار. بغيت الحقيقه ديال ولدي تبان. ولدي انا مستعده يديوني لاي بلاصه ويلقاو مغتصب. هو طبيب شرعي الله يعمرها دار، داك السيد عنده نيشان، هز كتب بريه دا قال لي هاك هادي غدير البوليس. انا حطيت البريه طارت ما بين يدي مشات. عندي دليل واحد ان اللي دزت عندهم عاد ملي وليت كنمشي كل مره كتستقبلني واحد المساعده كتقول لي لا لا راه هادشي كنسماو حتى حنا كنديروا لك فيه وراق وحده، راه عندنا اغتصاب واحد عندنا. كنقول لهم راه تحولت ليكيب الاولى وباقا ليكيب الثانيه اللي هو عافاك ساعدوني بقى عندكم هادشي. كيقول لي انتداب. ملي كنمشي عند السلطات كنقول لهم عافاكم انتداب، كنقول لك جيبي دليل. لا درت كاميرا تهز لي الدي في ار اللي فيه العجب كامل، انا جيك الهضره يعني كل واحد وشنو داير. من مورا هادشي كيجي عندي جاري الفوقاني كيقول لي فوالا سام هانتي دارهم تحولوا، كاين خوه مجوج، كاين الوالده ديالو، كاين خوتو كبار شويه، هادوك الناس غابرين ما كيجيوش بزاف هنا يعني غبروا. كاين هادو كاملين قال لك خرجنا استفاده، اللي بقى الفوقاني هادو خرجوا استفاده. بقى هو دابا حاليا كيقيم هو وخوه اللي هو سميتو. كاين خوهم بولحيا هذاك طالع نازل عادي نورمال ما بينو وبينو حتى شي حاجه، هما بجوجهم كيتاجروا فيا كيدخلوا عليا. ما كعمري كنت كنتوقع كان كيتبعني، فيه تحرش فيه قله الحياه، عيني خضراء راجل هذاك شغل وما شغليش انا. مي هادشي اللي دار في التعدو، بغيت ربي ياخذ فيه الحق. وكنطلب من الله وجلاله الملك والسلطات اللي ما وصلهمش هادشي.